بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن مقتطفات من سيرة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن سيرة عالم من أعلام هذه الأمة، وبطل من أبطالها، وفارس من فرسانها، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر. أسلم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سنة 8 من الهجرة، وخاض رضي الله عنه عشرات المعارك بعد إسلامه. قال عنه المؤرخون: لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا إسلام، لا في جاهلية ولا إسلام. طيب قبل ما نكمل كده شوية، أي نعم، هل يخفى القمر؟ بالفعل هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه رضي الله عنه: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، يعني تكسرت في يده يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني سيوف كلها تكسرت، وهذا يعني إن دل يدل على قوة ضربه رضي الله عنه. فالضربة أحيانا يعني لا تصيب العدو أو لا تصيب يعني الخصم، فربما تنزل هذه الضربة على الأرض، تنزل هذه الضربة على شيء آخر فيصطدم السيف بها فربما ينكسر السيف، أو قد يصطدم السيف بربما دروع المقاتلين ويعني نحو ذلك ما يلبسونه من حديد. فانظر إلى هذا البطل 9 أسياف يعني ينكسرون في يده، وهذا يدل على شجاعته رضي الله عنه الفائقة، وعلى القوة العظيمة التي ركبها الله عز وجل في هذا البطل وفي جسده. وإلا لو حتى حاولنا نتأمل كده، خالد رضي الله عنه في يوم مؤتة كان عمره يقارب 50، في يوم مؤتة عمره كان يقارب 50، يعني واحد زي حالتنا عندي 50، تشوفوا أنا مكسر. خالد رضي الله عنه كان يكسر الأبطال وهو في سن يقارب الإيش؟ 50 رضي الله عنه وأرضاه. كان قائدا لجيش المسلمين في معركتي اليمامة واليرموك والشهيرتين، وقطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في 5 ليال في عسكر معه، وكانت هذه من أعاجيب هذا القائد. المفازة يعني الصحراء التي بين العراق أو من يعني حدود العراق إلى أول الشام، أول الشام يعني من العراق لغاية بلاد الأردن كده وسوريا في أولها، هذه الصحراء اللي هي تعتبر في السعودية دلوقتي، هذه الصحراء قطعها رضي الله عنه في 5 ليالي. 5 ليالي ده طبعا حاجة عجيبة جدا يعني، وكانت تقطع في الأسابيع ونحو ذلك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، يعني أخبر عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه عن خالد أنه قال عنه: سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، يعني أصبح هذا السيف معلن دائما في وجوه المشركين
وهكذا ظل خالد رضي الله عنه. فلقد ظل خالد رضي الله عنه شاهرا سيفه إلى يوم أن مات رضي الله عنه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله وأخو العشيرة. يعني هذا رجل صالح، نعم عبد الله وأخو العشيرة. إنه فارس الإسلام خالد ابن الوليد ابن المغيرة القرشي المخزومي المكي. سبحان الله، أبوه الوليد ابن المغيرة الذي مات كافرا وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه خالد ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. أمه تبقى أخت ميمونة زوج النبي رضي الله عنها. كان رجلا ضخما رضي الله عنه، كان رجلا ضخما عريض المنكبين قوي البنية، يعني جسد قوي قوي البنية، أشبه الناس بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لعل إحنا لسه امبارح كنا بنقول أوصاف عمر، فهو أشبه الناس بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في جسده وفي شكله وفي هيئته. نعم، كانت لهذا الصحابي مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. ومن هذه المواقف معركة مؤتة الشهيرة. في معركة مؤتة الشهيرة معلوم ما فعله خالد رضي الله عنه، لكن باختصار كانت هذه المعركة سنة 8 من الهجرة، في نفس السنة التي أسلم فيها خالد. خالد رضي الله عنه أسلم سنة 8 من الهجرة، في نفس السنة خرج مع المسلمين في غزوة مؤتة، وكان عدد جيش المسلمين يومئذ 3000 مقاتل، وعدد جيش الروم 200,000 مقاتل. 200,000، يعني الواحد ليه تقريبا، أنا مش فاكر حسبتها، تقريبا 100 وحاجة كده، ها؟ الواحد ل 67، الواحد ل 67. انظر، لكن انتبه أيضا لفائدة كده على الهامش، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون يعلمون هذا العدد، لأن مؤتة ابتداء أصلا ما كانت لمواجهة الروم على هذا النحو، إنما كانت لتأديب العرب المشركين الذين كانوا على تخوم الشام الموالين للروم. العرب اللي هم على تخوم الشام بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بدأوا يتحرشوا بالدولة الإسلامية، العرب المشركين اللي هم العمال للروم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، فأرسل إليهم جيشا بقيادة زيد بن حارثة قوامه 3000. فثلاث آلاف عدد يعني عظيم في الجيش في هذا الوقت، لكن فوجئ جيش المسلمين بجحافل الروم التي زحفت وقد استعداها العرب الخونة المشركون، استعداها العرب الخونة المشركون على المسلمين، فجاءت جحافل الجيوش الرومية وكانت معركة شرسة. نعم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواح. وهذا فيه إشارة إلى حسن الإدارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي ورسول ومعلم وعالم وعسكري ومدير وكل شيء، فهو يعين 3 قادة بحيث ان القائد الاولاني قتل يبقى الثاني ما يرتبكوش الناس، وهذا من حسن الإدارة. وقد استشهد القادة 3 في هذه المعركة رضي الله عنه، واحد يقتل، الثاني يحمل الراية، الثالث يقتل، الى ان قتلوا 3. فبعد ذلك أخذ الراية رجل يقال له ثابت ابن أكرم، وقال للمسلمين: أمروا عليكم رجلا. الراية طبعا هذه رمز بقاء الجيش، فحملها هذا الرجل وقال: أمروا عليكم رجلا، يعني اختاروا قائد لكم. القادة 3 قتلوا،
قال فاختاروا خالد بن الوليد، وهنا ظهرت شجاعته العظيمة وعبقريته الفذة، فقام بإعادة ترتيب جيش المسلمين مرة ثانية. شوف الرجل العسكري اللي بالفعل يعني طريقة خالد بن الوليد في الحروب درست في المعاهد العسكرية، لأنه كان يعني يخطط للحروب ويمكر بخصومه فيوقعهم بأسهل يعني طريق وأسرع وقت. فقام بإعادة ترتيب جيش المسلمين مرة ثانية، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، ثم جعل بعض الجيش يتأخر قليلا، ثم بعد فترة يأتون على هيئة مدد حتى يضعف من عزيمة العدو. خطة عظيمة جدا. المعلوم الحروب القديمة كانت تتوقف ليلا، حروب كلها تكون بالنهار فقط، إذا دخل الليل توقفت الحروب، مفيش أضواء طبعا، فالحروب تتوقف، الجيوش تاخد راحتها، وفي نفس الوقت يستعدوا للقاء عند الصباح. خالد رضي الله عنه ماذا فعل في الجيش؟ غير مواضع الجيش بالليل والدنيا كله نايم بقى، ونحو ذلك جيش الإسلامي صاحي برغم التعب طول النهار، فغير الميمنة فجاء بها في الميسرة، وجاء بالميسرة جاء بها في الميمنة، عشان المقاتلين الصبح يلاقوا ناس مختلفين فيظنون أنه قد جاء مدد، يعني في جيش تاني جه غير الجيش اللي كان موجود كمان. وجعل بعض الجيش يتأخر قليلا، يعني رجع بعض الجيش مشاهم بعيد شوية عن المعسكر وبيتهم بعيد شوية، وأول ما النهار يبتدي يطلع يبتدي اللي هم اللي بعيد دول يعملوا ايه؟ يمشوا بقى، جيش جاي كأنه في ايش؟ جيش تاني جاي، مدد تاني جاي، لسه ده في مدد أمداد شغالة، هم يشوفوا اليمين هو غيره والشمال غيره، وبعدين يلاقوا ناس جاية من بعيد، يا ده جيوش بقى كثيرة جدا. ولقد أثر ذلك في العدو. فلما حمل خالد رضي الله عنه على الروم جعلوا يتقهقرون ويضعفون. سبحان الله العظيم، 200,000 قصاد 3,000 يتقهقرون، لأن هذه الخطة جعلت في نفوسهم خور وضعف. وأبدى رضي الله عنه من صنوف الشجاعة والبطولة ما تتقاصر عنه همم الأبطال. ثم إنه بحنكة وسياسة اتخذ طريقة عجيبة في الانسحاب المنظم بالمسلمين. برضو دي خطة أخرى، هو رضي الله عنه عامل حسابه أنه هو هيهاجمهم شوية، وبعدين في فرصة معينة هو متوقعها هيروح منسحب بالجيش حتى يقي المسلمين هذه المعركة الغير متكافئة، لأنه لو استمر الوقت الجيش الرومي هيكتشف أن الجيش هو مع الوقت. فأراد أن يسحب جيش المسلمين، فلما ضغط على جيش الروم تراجع 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 بجيش المسلمين، وهم يعني يواجهونهم، مش بيتراجعوا بقى ويدلهم يعطونهم الأدبار، وهم بيرجعوا ويواجهون جيش الروم. فظن جيش الروم أنهم يصنعون لهم كمينا، ظنوا أن هم بيجروهم ليه مكان يدخلوا وبعدين يروحوا عاملين عليهم كمين أو كماشة زي بيقولوا، فجعلوا يقفون ولا يستطيعون التقدم، وجيش المسلمين بدأ يرجع 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 حتى كانت المسافات بعيدة وطويلة جدا، وخاف الروم أن يتقدموا أو يقدموا على مهاجمة المسلمين. فانسحب خالد رضي الله عنه بالجيش آخر النهار، ونجى الله عز وجل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعبقرية خالد رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين يومها وهو على المنبر، فجعل يكلمهم كأنه يرى المعركة هو في المدينة، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب. ثم سكت ساعة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، حتى فتح الله عليهم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد هذا
فتحا فتحا. ولما رجع المسلمون إلى المدينة لقيهم بعض الناس وفي رواية بعض الصبيان فقالوا لهم يا فرار يا فرار، يعني إن تفريتوا من المواجهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم العكارون، بل هم العكارون، اللي هي بعض الروايات كده الضعيفة مشهورة، بل هم الكرار، بل هم الكرار. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتحا، وذلك لأنه نجى جيش المسلمين من الهلاك، وإلا فالمواجهة مع حتمية الهلاك هذه شجاعة أم حماقة؟ هذه حماقة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتحا. أي نعم. وقد شهد خالد رضي الله عنه حروب الردة وغزا العراق، وقد اختلف أهل السير في أسباب عزل خالد عن قيادة جيش المسلمين في الشام. ولعل الصحيح ما نقل عن عمر نفسه رضي الله عنه أنه قال لا لأنزعن خالدا حتى يعلم الناس أن الله إنما ينصر دينه بغير خالد. يعني في قصة كده ملخصها أن خالد رضي الله عنه كان عينه أبو بكر قائدا على جيوش الشام، على جيوش الشام. وعمر رضي الله عنه كان يرى تعيين أبي عبيدة، وكان دائما عمر يقول هكذا لا يؤمر على أبي عبيدة، لا يؤمر على أبي عبيدة. ده كان رأي عمر، ورأي أبو بكر إن خالد هو الأولى بالقيادة. لكن عمر طبعا رضي الله عنه كان ينزل على رأي أبي بكر هو الخليفة. العلماء لما يتكلموا في هذه المسألة يقولون كلاهما رأيه صحيح، كلاهما رأيه صحيح. باعتبار ماذا؟ باعتبار طبيعة كل منهما، باعتبار الطبيعة الشخصية لكل منهما. فأبو بكر معروف بلينه رضي الله عنه، فيناسب أن يكون قائد جيوشه خالد بن الوليد. وعمر معروف بشدته، فيناسب أن يكون قائد جيوشه عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح، لأن أبو عبيدة حكيم جدا. فبحيث أنه لو عمر يشد يبقى أبو عبيدة ينظر في الأمر، وهكذا. أبو بكر إذا كان الأمر في لين يكون حزم من جهة، كذلك خالد، فتتزن الأمور وتتوازن الأمور. نعم. وهذا في إشارة إلى مسألة مراعاة المصالح والمفاسد في كل شيء، حتى في اختيار الإيش الحكام والأمراء والرؤساء والملوك وغيره. قد يكون رجلا صالحا، وإلا أبو عبيدة أعظم فضلا ولا خالد؟ بلا شك أبو عبيدة من السابقين الأولين ومن العشر المبشرين، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، فهو أسبق بكثير من خالد، أسبق بكثير من خالد. الغرض يعني أن خلاصة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على خالد وقال أصحابي أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بيقول لخالد. وهذا يبين الفرق في الطبقة والمكان بين خالد وبين السابقين الأوائل. فالغرض يعني أن هذه المسألة فيها إشارة أيضا وفائدة، وهي أنه قد يكون الرجل صالحا لكنه غير مناسب لهذا الحال. يعني أبو عبيدة أعظم وأصلح وأعظم دينا من خالد، لكن الذي يناسب مع أبي بكر من خالد، مش أبو عبيدة. علشان كده أحيانا أنت تختار الأنسب وليس الإيش الأصلح في نفسه، يعني تختار الأنسب للحال. وإلا قد يكون الشخص في نفسه صالحا لكنه لا يصلح لهذه الإيش المهمة. نعم. ومن أقواله العظيمة أنه قال فتنا، يعني نذكر نفصل قول عمر. عمر رضي الله عنه كان عنده تأويل آخر في مسألة نزع خالد، وهو أن خالدا رضي الله عنه كان بطلا،
ومن كثرة معاركه صار الناس يتعلقون بخالد، فإن كانت المعركة يخوضها خالد وثقوا في النصر، خالد غير موجود يكونون في وجل ونحو ذلك. فكان هذا يؤلم عمر، أن الناس ربما يظنون أن النصر يأتي من خالد، ولذلك قال هذه الكلمة: لا لأنزعن خالدا حتى يعلم الناس أن الله إنما ينصر دينه بغير خالد. عمر شديد، لما تولى الخلافة أول قرار خذوه عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه. طبعا لما الأخبار دي يتناولها طبعا بقى طه حسين ومش عارف ايه والكواكب ونحو ذلك يتناولوها تناول الإيش؟ السياسة. يقول لك دول كانوا بيتعاركوا على المناصب، ودلوقتي طلع لنا بتوع التلفزيونات وبتوع الجرايد رخر بيتكلموا عن الصحابة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فخالد رضي الله أبو بكر عمر رضي الله عنه كان هذا الأمر يؤرقه ويؤلمه، أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد أكثر من تعلقهم بالله في المعارك، فكان يرى عزل خالد حتى يعلم الناس أن النصر من الله وليس من خالد. ويعني مما يذكر في ذلك أيضا الطريقة العظيمة التي تم بها عزل خالد، إن أبو عبيدة يحمل رسالة عزل خالد رضي الله عنه ويتجه إلى الشام، وفي الوقت الذي كان خالد رضي الله عنه يقاتل فيه في معركة من المعارك العظيمة، فيؤجل أبو عبيدة تسليم خطاب العزل لخالد حتى تنتهي المعركة رضي الله عنه. وهذا مما يذكر يعني في ذلك، أنه يؤجل خطاب العزل لغاية ما المعركة تنتهي، ثم يأتي إلى خالد ويقدم له ذلك. فلما علم خالد قال: أكنت تظن أني لا أفعل؟ أنت كنت تظن أن أنا لما تجيلي في أثناء المعركة لا أفعل؟ وصار خالد رضي الله عنه بعد ذلك جنديا تحت أبي عبيدة رضي الله عنه. هم دول الصحابة، هم دول السلف. إنما احنا لو غيرت ده وشلت ده وحطيت ده، راية الحرب تظل منصوبة ولا تنزل، اللي شلني وعمل فيا ويسواني ويشتيمة ويهدل وحاجة، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. من أقواله العظيمة رضي الله عنه أنه قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرودة كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو. بتعبير بسيط يعني إن خالد بيقول: أنا أحب إلي من ليلة عرس يزف إلي أجمل عروسة أنا بحبها ليلة تانية، دي أحب عندي، وهي ليلة باردة شديدة البرودة فيها جليد مع سرية من المقاتلين المهاجرين خصوصا أصبح العدو، أقاتل يعني في سبيل الله، أغزو في سبيل الله، هذا أحب إلي من كل ذلك. وكان رضي الله عنه شديدا قويا، ومما كان يظهر ذلك عبارات لقادة الروم وهو يكلمهم وهو يواجههم في المعارك ونحو ذلك. كتب إلى أحد قادات الفرس قال فيها: لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس شرب الخمر. زي ما أنتم بتموتوا في شرب الخمر بتحبوا، أنا جئتكم بناس يحبون الموت كما تحبون أنتم ذلك. ومن عباراته المشهورة أيضا أنه جعل يقول لأحد يعني قادات الروم في أحد الحصون لما تحصنوا فيها، وكانت حصونا عالية، قال: والله لو لم تنزلوا إلينا لرفعنا الله إليكم، لو مش هتنزلوا تقتلونا ربنا هيرفعنا لكم وهنطلع وهنقتلكم فوق. ولذلك كان قوي رضي الله عنه، حتى أنه أحيانا كان من شدته يتجاوز في المعارك، يعني كان أحيانا يضرب الوجوه رضي الله عنه، نوع من إرهاب الخصوم يعني، كان أحيانا يضرب الوجوه
بعد يعني ما يعني يكون يعني أشبه بأن تمكن منه يضرب الوجوه. وربما ذكر عنه أيضا أنه وإن كان الأخبار دي فيها نظر يعني صحة أو عدم, ذكر عنه أنه أحيانا كان يقطع بعض الأعضاء نوع من تخويف وإرهاب للخصوم حتى يهاب. ولذلك كانت الجيوش إذا علمت بمقدم خالد تفر من أمامه رضي الله عنه. قال قيس بن أبي حازم: سمعت خالدا وهو يقول: منعني الجهاد كثيرا من تعلم القرآن الكريم رضي الله عنه وارضاه. ودول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, تجد فيهم المواهب المتعددة, المواهب ودي عموم الناس, لكن كل إنسان يبذل فيما هو يحسن. خالد رضي الله عنه كان يحسن القتال والجهاد والفروسية, ولذلك ما كانش بيحفظ قرآن كتير, لكنه بيسد في باب آخر. وعليه ما يجيش خالد بقى يقول لهم انتوا بتقدموا أبو بكر ليه يصلي بالناس, ده انا راجل بطل, خلوني انا اللي اصلي بالناس مش انا البطل مثلا. هو يعلم ان هذا المجال مجال فلان, وهذا المجال مجال فلان, وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو الزناد: لما احتضر خالد جعل يبكي, يعني لما نزل به الموت جعل يبكي رضي الله عنه, وقال: لقد شهدت كذا وكذا من المعارك زحفا. خالد نايم في فراشه, خالد هذا الجبل يعني في 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 هيئته وفي قلبه, ينام على فراشه ويموت على فراشه, الذي خاض المعارك اللي ملهاش عدد يموت على فراشه سبحان الله, وهو كان يتمنى أن يموت شهيدا. يقول: لقد شهدت كذا وكذا من المعارك زحفا, يعني خط المعارك بكل ألوانها, ومن أشهرها المعارك الزاحفة, يعني الفتوحات التي يدخل بالجيوش فيها المساحات الطويلة, وكل ذلك لم يصب أو لم يعني يقتل يعني. وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. ما فيش موضع شبر, ما فيش موضع شبر سليم في جسم خالد, إما في ضربة سيف طعنة برمح أو نحو ذلك. قال: وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير, فلا نامت أعين الجبناء, فلا نامت أعين الجبناء. يعير الجبناء وكأنه يقول لهم البعداء: أيها الجبناء, أنا خضت المعارك هذه كلها ولم أموت, لأن الله مقدر لي تقدير أن أموت على فراشي, فلماذا تخافون؟ الموت واحد وستموتون, ستموتون, فلماذا تخافون وتمتنعون عن الخير؟ فما نامت أعين الجبناء. ياه, ده خالد كمان بيكلم مين؟ الجبناء عن ايه؟ عن القتال بالسيوف. فانظر الى حالنا, نسأل الله العفو والعافية. بخ يروح حلق لحيته, بخ بس دلوقتي يروح حلق لحيته, شيء مؤلم, شيء محزن جدا ومؤلم جدا, نسأل الله العفو والعافية. وروى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى خالد مات شهيد ولا لا؟ لماذا؟ لأنه تمنى أن يموت شهيدا وصدق, فبلغه الله عز وجل إن شاء الله بإذنه منازل الشهداء. وعند وفاته رضي الله عنه لم يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه. خالد ابن واحد من أغنى أغنياء الجزيرة العربية, وهو الوليد بن المغيرة الذي قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فأكثر المفسرين على أنها نزلت فيه الوليد بن المغيرة,
ومع ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه يموت يوم يموت ليس عنده إلا فرسه وسلاحه وغلامه، وجعلها في سبيل الله. قال لهم إذا أنا مت فاجعلوها في سبيل الله، وقفوها يعني الدول الجيش المسلم حد يقاتل عليها. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رحم الله أبا سليمان، كان على ما ظننا به، كان على ما ظننا به من الخير، يعني أنه قاتل لإعلاء كلمة الله. وجاء في حديث عم عمر بن الخطاب في الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. حديث الزكاة ده ملخص يعني الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من المسلمين، زكاة المسلمين، فكان يرسل عماله إلى من عنده زكاة. فبعضهم قال: قال أما خالد وفلان، ذكر يعني معه غيره، فقد منعوا، يعني ما طلعوش الزكاة بتاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. ده هو أصلا الحاجات دي اللي عنده دي مش ملكه دلوقتي، ده عمل فيها إيه؟ هو أوقفها لله عز وجل للقتال، بحيث إن هو يقاتل عليها، واللي عايز ياخدها يقاتل عليها، مش ملكه، ما عندوش أصلا، ما عنده شيء، رضي الله عنه وأرضاه. كانت وفاته سنة 21 من الهجرة في مدينة حمص الشامية، وعمره أنذاك 58 عاما. فرضي الله عن خالد بن الوليد، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا الله عز وجل وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار كرامته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كذلك بآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن ينصر الإخوان المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، وأن يهلك أعداءنا أعداء الله عز وجل اليهود الملاعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.